بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا هو موعد وتوقيت اللقاء بيننا وبينكم دائما عبر شاشة فضائية الخرطوم، ونحن اليوم عبر هذه المساحة الجديدة وعلى الهواء مباشرة. فدا لك العمر يا وطني، من خلال متابعات هيئة إذاعة وتلفزيون الخرطوم لآثار الضرر التي لحقت بأهلنا وأحبابنا في كل ولايات السودان وخاصة في ولاية الخرطوم، لكن من خلال هذا اللقاء نخصص هذه المساحة وعلى الهواء مباشرة. فدا لك العمر، ونرتحل سويا إلى ولاية البحر الأحمر وتحديدا إلى مدينة طوكر والتي تضررت جراء فيضان خور بركة. أسعد أن نلتقي على الهواء مباشرة برفقة الزميلة فاطمة يوسف. مرحبا بك فاطمة من خلال هذه المساحة. مرحبا بك يا خليل، ومرحبا بكل المشاهدين اللي بيتابعونا عبر هذه الفترة المفتوحة المخصصة لأهالي منطقة طوكر، وهم من أكثر الناس تضررا بسبب موجة الفيضانات الغير مسبوقة اللي اجتاحت البلاد مؤخرا، ومما خلفت العديد من الدمار. يعني كثير من الناس فقدت منازلها وفقدت مقتنياتها. نحن معاكم عبر هذه الفترة المفتوحة، هنكون معاكم ساعة كاملة، ومن خلالها حنتعرف على طوكر ونشوف أهم احتياجاتها، وحنتعرف عليها أكثر وأكثر. نعم بالتأكيد، ومن خلال أيضا تقنية TVU لايف من ولاية البحر الأحمر وتحديدا من مدينة طوكر، الزميلة أسماء أبو بكر برفقة المصور الزميل هيثم الفاضل سينقل لنا عبر الكلمة وعبر الصورة وعبر الصوت تفاصيل ما جرى من أضرار ومن آثار بيئية ومجتمعية وأيضا صحية بمدينة طوكر. نسعد أن نلتقي مشاهدينا في كل مكان على هواء مباشرة، ورحب بضيفي داخل الأستوديو يا فاطمة، الباشمهندس محمود سليمان غندور رئيس مبادرة نداء طوكر التجمع الشعبي بولاية البحر الأحمر. السلام عليكم باشمهندس محمود. عليكم السلام، مساء الخير. التحدث عن طوكر ومنطقة طوكر وما أصابها من كميات المياه الغير مسبوقة، نعم، خور بركة، نقول كل مشاعرنا لما حصل في باقي أركان السودان، يعني من ولايات مختلفة، والضرر عام والكارثة بيئية، الشيء الذي ترتب عليه من السادة مجلس الوزراء بجعل السودان منطقة كوارث بيئية وصحية 3 أشهر قادمة. نحن بالتأكيد يعني قلوبنا مع كل الناس المتضررة بالتأكيد بسبب الفيضانات والسيول، ونحن حنتكلم عن الحاجات دي بصورة أوسع بتفاصيل أكثر. نعم. لكن أيضا خلينا نرحب بالأستاذ محمد إبراهيم حميدة الإداري والناشط الاجتماعي ومبادرة نداء طوكر، لك التحية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولهذه القناة لأنها قناة الخرطوم. احنا سعداء جدا يعني، وللاسف شديد نلتقي في ظروف صعبه. نعم. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يخرج السودان من هذه الازمات. ان شاء الله. لكم كل الشكر والتحيه ان شاء الله. نعم، احنا والله سعيدين بكم استاذ محمد ابراهيم والباشمهندس محمود سليمان، وانتم تعبرون عفوا عن حال اهلنا في مدينه طوكر، هذه المدينه الوادعه جنوب بورت سودان بولايه البحر الاحمر وفي شرقنا العظيم. لكن قبل أن نخوض في تفاصيل ما جرى من أضرار وحيثيات فيضان خور بركة هذا الموسم، يعني بخلاف المواسم السابقة، ولولا فيضان خور بركة بالتأكيد لما كان نجاح لمشروع دلتا طوكر المعروف بإنتاجه للقطن والعديد من المنتجات الزراعية. لكن نعرف كل السادة المشاهدين عن مدينة طوكر وأهمية مدينة طوكر اقتصاديا اجتماعيا جغرافيا حتى. أستاذ محمد ولا باشمهندس محمود، تفضل.
الحقيقة يعني والله دي إضاءة ممتازة جدا جدا، ونحن نشكر القناة عشان تسلط ضوء على مدينة توكر. مدينة توكر دي بالمؤشرة من أهم المدن في السودان، وكان في زمانة في اعتبار كبير كبير جدا لها من قبل بريطانيا. يعني كثير من الناس ما بيعرفوا أن توكر دي كانت فيها أكبر البورصات في العالم في القطن، وهي بتنتج أجود أنواع القطن في العالم. والجدير بالذكر أنه كانت ملكة إنجلترا بيهتم اهتمام كبير بهذه المدينة اللي جل الناس ما يعرفها. يعني أنا بقول لك أنه مدينة توكر من أهميتها، الإنجليز حددوا اتصال بين الملكة وتوكر للما يعرف أنه في كيبل اترمى في الأرض بين بورسودان وجدة، حسه موجود، عشان الملكة تعرف بورصة توكر نتيجتها شنو. عملت حاجة اسمها عن طريق الشرق اللي هو الإسترن تيليغراف، هذا التلغراف بس معمول عشان تعرف نتائج القطن شنو، وحسه الآن الكيبل ده موجود. زي توكر كانت من المدن المهمة، توكر كانت يعني اجتماعيا شوف فيها عاملين فيها فرع لباركليز بنك في توكر، ده بيقعد طول السنة، مش أنا قلت لك ستة شهور من أهميته هذا البنك. قريب ده كان موجود اللي هو تبع لبنك الخرطوم، ولكن هو تابع لباركليز بنك. توكر كانت يعني لأن لخصوصية ما قلناه من زراعة بعدم أي كيميكالز أو مواد كيميائية في الزراعة بتاعتها، تطلع أجمل المحاصيل من توكر. وأجود المحاصيل لأنها نقية، ففيها سبحان الله شيء إلهي. عندها نوعين من الأهوية، في هواء اسمه الإيتابيت وفي هواء تاني اسمه الهباباي. هباباي ده سريع وبيجي طوالي قبل الزراعة، والإيتابيت ده بتجي مع سخانة تقتل كل الحشرات في التربة، يعني شغل إلهي بحت. وزيك بتطلع أجود أنواع الخضار زي ما قلنا. توكر كان اجتماعية، وتوكر ذاتها كمدينة ناس ما بتكروها غرية، دي مدينة لأنه أول المدن برضو اللي دخلت لها السينما. السينما دي كانت فيها سينما وفيها استاد كورة اتحاد محلي وفيها حاجات اجتماعية وبنوك وبورصة، وفيها عشان كده اتبنى لها محلج كبير جدا في سواكن، ودليل اهتمام في أكبر محلج للقطن في سواكن، من القطن بيجي من سواكن بيجي في توكر في هذا المحلج ثم إلى التصدير، يعني عن طريق سواكن أو بورسودان. ولذلك توكر من المدن الحق الناس تهتم بها اهتمام كامل، ودي نبذة وفي عشان يعني ثقافيا واجتماعيا وسياسيا ورياضيا كان عندها اتحاد، يعني فيها اتحاد لحد حتى فيها الاستاد، بالرغم من شنو يعني المعوقات اللي بيعملها الهواء اللي قلت لك ده. ولذلك هي ذات تركيبتها كمدينة شوارع يعني ما في يعني شوارع بالطول ما فيها، يعني لو جاك حرامي الا تقبضه ما فيها لفه، عاملينها كده مسارات الانجليز. ليه؟ لانه الهواء ده بيمر، هواء خطير جدا، تراكمه خطر، اذا تراكم بيردم طوالي بقوته وكثافته فالهواء ده. ولذلك هي ناسا بيحبوها كده، عشان كده حسا كانوا عملوا توكر الجديده. وتوكر الجديدة بس لأنها دي هم بيتكروا دي بقت غير صالحة للسكن لا وكذا، فعايزين يهجروا الناس. لكن طبعا الوطنية وحب البلد ناس أبو حب المنطقة أيضا، حب المنطقة ده الولاء للمنطقة صعب جدا. ففي ناس مشوا ما مشوا، لكن إن شاء الله الناس تفهم أنه الناس بتتنقل من مدينة لمصلحتهم برضو للمصلحة العامة، إذا لقوا أنه الأصلح يمشوا توكر الجديدة دي ربما، وإن شاء الله حسب بعد الثورة دي وبعد حكومة الثورة نحن ننفذ حاجات كثيرة جدا من العاوزين الكل محرمون منه إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا للأستاذ أحمد إبراهيم. بالتأكيد، وزي ما ذكرت أنه توكر يعني معروفة بزراعاتها واقتصادياتها، تحديدا يعني المشاريع الزراعية المختلفة يمكن يعني الآن هي الصور تصنع على الهواء مباشرة من توكر. الزملاء فريق هيئة إذاعة التلفزيون الخرطوم الآن هي نقلة لما جرى من فيضان خور بركة، وقد دمر معظم المنازل وتضررت كثير من المنتجات الزراعية في مدينة توكر. تحية لفريق العمل من هنا، الزملاء موجودون الآن في مدينة توكر. نعم، يمكن هي صور الآن على الهواء، ونواصل
فاطمة ومع ضيفي داخل الأستوديو. نعم. يمكن يعني آثار هذه الصور، لكن قبل أن ندخل في تفاصيل ما جرى من خلال فيضان خور بركة، باشمهندس محمود سليمان غندور، كلما ذكر التوكر ذكر مشروع دلتا توكر. أيضا نعرف السادة المشاهدين على أهمية هذا المشروع، ومساحة كبيرة كانت لكن الآن هي انحسرت. مشروع دلتا توكر بدأ بفترات بعيدة جدا جدا. نعم. وكجميع المنظومات الاقتصادية في السودان حصل له السقوط إلى أعلى. نعم. إذا الناس عرفت في يوم من الأيام إنه مشروع دلتا توكر كان بيدفع مرتبات السودان كلها من الحاكم الإنجليزي. نعم. بالأسباب ذكرت من الزراعة والمساحات اللي كان بتتعدى 400,000 واندثرت بعد الحروب في أول التسعينات وهجرت المواطنين والعمال لمعصاب المناطق. وعدم الزراعة أدت إلى نمو المسكيت. وقلت الزراعة إلى 100,000 فدانوا شوية. إلا أنه مشروع عملاق ويمكن إعادة تجهيزه لزراعة كميات أكبر، خاصة هو بيرزع أنواع من القلال الذرة والسمسم والقطن وكثير من الخضروات التي سبق التحدث عنها بأنها عضوية من غير سماد يعني. ومرغوبة حسا في تقوية الاقتصاد السوداني. نعم. كل الأشياء دي يتم دراستها وتجهيز أوراق العلمية في خطاب دولة رئيس الوزراء لما انقسم السودان إلى 5 محاور. نعم. منها محور البحر الأحمر. محور البحر الأحمر للتقاطعات الدولية ودول الجوار وأمن البحر الأحمر والتجارة البينية والتجارة العابرة، وبالتالي هيكون في مشروعات كثيرة بتاعت بنية تحتية من سكة حديد إلى طرق إلى مشاريع تستقطب الإنسان تغطي معظم الساحل وخاصة منطقة توكر الجديدة. توكر الجديدة يعني فيها محلية، فيها مدرسة، فيها بعض المنازل، لكن ما تم النقطة الاقتصادية المهمة في 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 توكر إنها معبر للتصالح مع الذات في السحنات المختلفة لمكونات مدينة توكر وبالتالي ولاية البحر الأحمر. نعم. وإذا كان من بدت الثورة المجيدة إلى الآن الناس كلها تجري للسلام. السلام واحدة من أعمدة الاستقرار. صحيح. الاستقرار قيمة إضافية للشباب الذي صنع الثورة. وبالتالي يعني دمج كل الخلافات إلى لوحة جميلة جدا في خلق الاقتصاد القوي للسودان. وكل أغاليم السودان قادرة على دعم اقتصاد السودان القومي الكلي. تختص ولاية البحر الأحمر بسواحلها وبكثافة الموانئ وبالمشاريع بتاع التوكر ممكن تكون زراعية ومتنوعة بقيمة إضافية للتصنيع. نعم. إذا كان سكان توكر وما يعرف بمحافظة توكر يتراوح بين 170,000 وينزل في بعض الأزمان إلى أقل من كده حسب ما يجري من
أمراض وفيضانات و و و إعادة التفكير في الزراعة وهي المخرج الأول للسودان. صح. ومشروع توكر من أميز المشاريع الذي يستحق البحث والدراسات العلمية والصرف المالي لتقوية الاقتصاد السوداني. تمام. طيب عايزين نتكلم عن خور بركة، ومعروف انه خور بركة انه من يعني بيبدأ من المرتفعات الإريترية. كلمنا أستاذ محمد وعرفنا أكثر عن خور بركة. خور بركة برضو من الخيران الكبيرة المساوي لنهر القاش الجبل برنبي اندفاع وقوته. وكل ما كثرت المياه والأمطار في الهضبات الشوبية كل ما زاد باندفاع شديد جدا. وبينجرب بالقوة اللي قلناها وبينتهي في دلدات مربوحية صالحة للزراعة. وكل ما اشتد يعني جاء كثير. صحيح أصلا طبيعة التوكة الزراعية المعتمدة على هذا الخور. يعني ضرره فيه نفع، بمعنى أنه هو برضو لما يكتر بيعمل دلدات مربوحية أو مساحات كبيرة للزراعة، لكن ضرره إذا زاد من حد هو بيدخلنا في الإشكالية اللي حاسة نحن فيها. ولكن خور بركة هو خور يعني يساوي خور القاش أو أكبر، ويجي بنفس الاندفاع وبيفيد توكر شديد جدا في الزراعة. كل ما زاد يعني هو توكر بيزيد. نحن نحتاج توكر، نحتاج للمويه للزراعة، لكن لما تفوت حد لا يتسبب هذا المسألة، ودي مسائل معروفة يعني أي شيء يزيد عن حده. بالتأكيد دي أول مرة يعني يفيض هذا الخور بهذه الكمية باشمهندس محمود، ولا قبل كده عانت مدينة طوكر من فيضان خور بركة بهذه الكمية؟ ما بكون بالتأكيد أول مرة يفيض، لكن قياسا بما كانت عليه طوكر وبما كان من تخطيط سليم لتوكر وغير توكر، وقبل لما أشرت إداريا السقوط إلى أعلى، من الحاجات اللي تم تدميرها التخطيط للمستقبل وقراءة مجاري المياه دي في العالم كلها تأتي ولو بعد حين. يعني التركيز اللي سؤالك إنه دي ما أول مرة، لكن كان في بدل ما يتم تطوير أكثر في احتوال، تم التجاهل والتناسي وبعد التفكير النوعي عن تنمية الإنسان وتنمية المناطق، وبيد كوارث طبيعية يعني يعلم كل المسؤولين إنه هذا مجرى مياه ويجي خطوطه سكني. دي حاجات مؤسفة لدرجة شنو يعني؟ هل هو ذا يكتل الناس بالسماح بالتخطيط؟ والنعمة بتاعت السودان في اتساع الأرض يعني. صحيح. خور بركة من يعني في أول الخور كمية من الآبار، فيضانه ما كله نغمات على 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 المواطن، فيه حاجات جميلة. في كميات من الآبار في خور بركة قد تحل المشكلة الأبدية لمياه بور السودان يعني. وفي واقع الأمر في ألمان عملوا دراسات امتدت من 76 حسب ما أذكر إلى كم 80 قرابة 10 سنين، أدت حسم أكثر من 50% من مشكلة مياه بور السودان بأنبوب يبدأ من آبار في خور بركة ويمر بمجموعة خيران فيها آبار من الجنوب إلى الشمال لحل مياه بور السودان. ومدينة بور السودان مدينة الصادر بتاع كل السودان. يعني بتمثل جزء في الاقتصاد الكلي للسودان بخدمات النقل والمواني وغيره وغيره وغيره. الكلام المفيد، مهما أصابنا من ضرر نرجع للعلم. يعني لازم نعمل تعداد سكاني، تعداد زراعي، طاقة الشباب ومشاريع الحماية والمشاريع المطلوبة للاستقرار
التي من شأنها أن يعني تسهل وتقرب توادد النسيج الاجتماعي حتى لا نتعرض كل فينة والتانية للمشاكل الأسنية والقبلية. نعم. بالتأكيد. وطيب أستاذ محمد عايز أسألك، يعني في كل عام خور بركة بفيض بالمياه وبكون مهدد للمنطقة نفسها، لكن العام ده كان يعني فوق كل التوقعات. طيب السؤال، إلى أي مدى أو إلى متى سيظل خور بركة مهددة للمنطقة؟ والله هذا السؤال يعني هو مطروح للسودان كله طبعا. إلى متى نكون في الحالة دي؟ إلى متى نكون في لحد ما يعني إحنا المسائل دي عايزة إمكانات عالية جدا عشان الناس دائما بتضرب مثلا تقول لك حس العالم كله بيحتاط، هذه الكوارث الطبيعية عندها حد وفي مناطق ما عندها حد تتوقف على هي مفاجآت، لكن استعدادها عاوز اهتمام كبير جدا جدا. كل الحكومات المتعاقبة مرت أبدا ما عندها دراسات لأنها تقي نشر هذه الأشياء. نعم. يعني الدراسات لتفادي مثل هذه الأشياء وارد بلد السودان ده فيه أشطر مهندسين وفيه علم وفيه ناس، لكن ما فيه إمكانيات أو فيه الحاصل، يعني ما أقول الحاصل المرة. إذا كان نحن حسب زي كلام الباشمهندس محمود لابد الاهتمام بمثل هذه الأشياء عشان نتفاداها، كان في السودان كله ولا في طوكر في خور بركة. عشان كده لابد من عمل دراسات دقيقة جدا عشان نحمي نفسنا من مثل هذه الفيضانات في توكر وغير توكر. إن شاء الله ربنا يقدر الناس على مثل هذه المشاريع الضخمة للحماية. نعم. نحن نحتاج حماية الحقيقة. نعم إن شاء الله. نواصل معكم مشاهدينا في كل مكان من خلال هذه المساحة وعلى الهواء مباشرة، فدا لك العمر مع ضيفينا داخل الاستوديو الباشمهندس محمود سليمان غندور رئيس مبادرة نداء طوكر التجمع الشعبي بولاية البحر الأحمر، الأستاذ محمد إبراهيم حميدة الإداري والناشط الاجتماعي وأيضا من مبادرة نداء طوكر، وعبر شاشة فضائية الخرطوم برفقة زميلتي فاطمة يوسف، وتفاصيل ما جرى من فيضان خور بركة والأضرار التي لحقت عدد كبير جدا من المنازل ومن المنتجات الزراعية في مشروع دلتا طوكر. إعلان حالة الطوارئ وإعلان مدينة طوكر كمنطقة كوارث طبيعية، إلى جانب أيضا إعلان حالة الطوارئ في كل ولايات السودان لمدة 3 أشهر، أيضا له كان الأثر الكبير على حياة الناس تحديدا في مدينة طوكر. والحديث باشمهندس محمود حول الآثار البيئية والصحية الآن هي موجودة، ونتابع الآن يمكن جانب من الصور الحية والمباشرة من مدينة طوكر عبر الشاشة حديث حول هذه الآثار. تفضل. عندما غمرت المياه مدينة طوكر و تواصل الناس في ولاية البحر الأحمر كلها لتفعيل نفرة لرفع الضرر والأذى عن الأحباب في طوكر، الكل فطن لما بعد الفيضان من آثار سلبية الصحة العامة وصحة البيئة، و تم الاتصال بكثير من الأخوان لترتيب الأفكار، الأول شنو الإخلاء، الكوليرا، الملاريا. وشخصيا قمت باتصال بمجموعة كلهم في مجاله من الضباط الإداريين السابقين وخلافه، وبدأت بالاتصال بسعادة اللواء قائد المدرعات أحمد عبود. نعم. وهو من أبناء المنطقة، وتبادلنا الحديث، وبدوري اتصل بمنور عثمان سعادته منور عثمان المسؤول في المبادر أو الحاصل في السودان من أضرار. نعم. كما اتصل بقائد سلاح المهندسين. نعم. لهذا السلاح من دراية بالتعامل مع هكذا أوضاع من
من خبرات تراكمية يعني، والدفاع المدني، وتواصلت بالأخ جعفر بامكار من الإداريين وكان محافظ طوكر. نعم. فكان شدد الأخ جعفر بامكار بالذات، كان شدد على الأمصال بتاعت العقارب والدبايب لأنها بتظهر مع الفيضانات، سوائل الإسهالات والملاريا والكلور. واستمرينا يعني، اتصلنا بأخوان كثير كلهم نصحونا بما نعمله. نعم. الضرر كلكم حتى بالمشاهد بتعرفوا انه ما ضرر بسيط، واقفين حتى في المبادرة في سبل الإخلاء. تدخلت الضفادع البشرية باللايف بوت وقدرت وصلت، وفي ناس اختاروا المشي 6 و7 كيلو في الميادي وتم نقلهم إلى بورت السودان. هيئة الموانئ داعمة بكل إمكانياتها، وتكفلت بطلاب الثانوي حتى ما يفقدوا ونقلهم إلى بورت السودان وإسكانهم. تفاعل كل المجتمع بتاع بورت السودان، كان مؤسسات خاصة أو قطاع خاص أو أفراد أو شباب، وبإعلان 3 شهور نتوقع السرعة في حلحلة هذه الكارثة يعني عن طوكر وعن بقية السودان. نعم إن شاء الله. طيب يا ريت لو تكلمنا يعني بصورة أوسع عن حجم الضرر اللي وصل لمدينة طوكر، يعني تكلمنا عن حجم الضرر بصورة أكبر شوية. نعم. فيما يخص المنازل، نعم. الضرر كان بين 80 إلى 90% في عدد منازل كبيرة جدا جدا، و50% إلى 75%، وفي من 40 إلى 50%، كلهم حسب نوع كيف كان طريقة البناء يعني. لكن الكمية بتاع المياه الموجودة تأثيرها بيظهر بعد ما تتشرب. بالإجمالي كده نستطيع نقول الحجم بتاع الضرر في المنازل تعدى 70%. نعم. ونأمل أن لا يكون توقعاتنا دي، لأنه دي كارثة رهيبة بتاعت سكان فقدوا أي شيء يعني. نعم. بيتم الاستعداد أول 9 للزراعة. هنا برضو حيكون التوقيت الزراعي اختل. نعم. الضرر الكبير حيكون فيما يأتي من أمراض. أي مشروع اقتصادي زراعي بعد ما تتم سبل المواصلات والكهرباء والمويه والعنصر المهم أنت وهو الإنسان. فإذا ما في إنسان ده ضرر. ما بعرف، ما بقول ما في إنسان لأنه مات، لكن ما في إنسان قادر يعني لبذل الجهد البدني. ونصطحب معنا ما سبق من كورونا وتعطيله لدورة الانتخابات، كله حصل. ولاية البحر الرحمة من الولايات اللي بيمر عليها لآخر 15 سنة أنواع غريبة جدا من الحميات أثرت في البنية التحتية للإنسان. دي أضرار أنا بعتقدها أكثر من أضرار البيوت يعني. ما خلاص ندبر حالنا ونعيد البيوت، لكن إذا بقى ما في الإنسان القادر على الإنتاج وقادر على الإبداع وقادر على التخطيط وقادر على يعني وهب كمية من التسامح ولم الشمل عن أي ضرر تتحدثي بعد كده يعني. صحيح. هنا إذا انعدمت الحاجات اللي بتكلم عنها دي الضرر بيكون 250% يعني، مش ما بينفع فيه التنسيب 80 و70
بقدر الألم عن فقد الممتلكات وفقد المباني، إنه ده ألم يعني ممكن يستوعبه الإنسان مرحليا. في فقد بتاع بهايم ونفوغ رهيب، ارتباط الإنسان في تلك المناطق مع بهيمته، مع بقرته، مع غنمايته، مع جمله. واحدة من الصور يا ريت يجيبوها لنا، الجمل ماشي والموية هنا، يعني ده واحدة من المنيعات يعني المعينات في الزراعة ذاتها، بهيمتي وبهيمتك. صحيح. بتغذيني وبتستفيد من زراعتي وبستفيد منها. الضرر كبير، ودي آخر حاجة أقولها لو سألتوني عن الضرر، لأنه ضرر نفسي بيحبط أشياء كثيرة، بيدمر قيم كثيرة، بيهلك نفوس كثيرة. يعني ممكن الضرر ده يغلب موازين التركيبة الاجتماعية، يعني زول كان يملك ويملك ويملك وأصبح قابع في خيمه يتلقى، ده ضرر نفسي فعلا لا يقيم ولا يقاس. شكرا باشمهندس محمود سليمان غندور، رئيس مبادرة نداء توكر التجمع الشعبي ولاية البحمر. وبالتأكيد يعني دي قصة طويلة على الرغم من كل التفاصيل وشدة المعاناة، لكن دائما مثل هذه الكوارث تجعل عند الإنسان قيمة أكبر من خلال الصبر، ومن خلال أيضا يعني الدعم لأخيه المتضرر أكثر. ودي واحدة من شيم الشعب السوداني، التكاتف وأيضا الأهل فزعة وأهل نفير. ونتمنى عودة مدينة توكر من جديد إلى سيرتها الأولى. الأستاذ محمد إبراهيم حميدة والباشمهندس محمود سليمان غندور، يمكن الآن الصور تأتي من ولاية البحر الأحمر وتحديدا من مدينة توكر السيد والي ولاية البحر الأحمر الباشمهندس عبد الله شنقراي، عبر المساحة القادمة ومن ثم نعود إليكم. قاعدين برضو يساعدوا الناس في المرور من وإلى توكر، ومعنا عدد كبير من المنظمات بتاعت المجتمع المدني، رابطة أبناء توكر وإخوة من أحياء توكر والناس التنفيذيين اللي استنفروا مبارح في اللقاء بتاع اللجنة العليا لطوارئ الخريف. نحن نعتقد أنه بالجية دي الهدف منا أنه نطمئن أنه الناس أوضاعهم يعني في نوعا ما يعني حصل لها استقرار، وعرفنا أنه موية إضافية ما جات، وحسا قاعدين نحاول نفرغ الموية من داخل المدينة ونحمي الناس خارج المدينة بين الجسرين، ونحاول أنه نقنعهم أنهم هم يعني يتحولوا إلى الموقع الجديد بتاع توكر الجديدة أو إلى مواقع أخرى حتى أنهم هم يستقروا. فيها المجهودات بتاعة الصحة الوقائية والصحة العلاجية، يمكن هي الناس قاعدين يشونوا كل المواد المطلوبة، المواد التموينية والمواد بتاعة الصحة، ومعنا يمكن هنا الطبيب بتاع المستشفى وكلهم متابعين توفير هذه يعني الأشياء للمدينة في الداخل. نحن يمكن برضو الأتيام بتاعتنا شغالة في عالي خور بركة، بتحاول أنها تكفل الفتحات بتاعة الجسور، وعندنا أتيام هتشتغل في برضو الموية حتى أنها ما تدخل المدينة تاني، نعمل حماية بتاع الجسور وغنوات نبعد بها الموية. أيضا هنالك يعني برضو متابعة لأعالي الخور، ولو في أمطار جديدة عشان الناس برضو يكونوا في العملية بتاعة يعني الاستنفار الكبيرة وإعلان الكوارث، وبالتالي كل الإدارة بتاعتنا بقت موجودة هنا في توكر. نحن يعني نشكر الناس اللي ساعدونا، ونحتاج لمزيد من الدعم، لأنه متوقعين أنه الناس ديل ما يقلوا عن 12,000 أسرة هي تضررت، وعايزين نحمي أنه مزيد من الأسر ما يحصل لها الضرر، والمنازل يمكن أغلبها بقت آيلة للسقوط. برضو حنحاول يعني من حسا نعمل ترتيباتنا بحيث أنه ما تحصل وفيات، ونغنى الناس بأنهم هم يعملوا حسابهم. الموية برضو واحدة من الحاجات المهمة أنها تكون متوفرة، حسا متوفرة بنسبة 50%، ومحتاجين أنه نكمل جزء الباقي. عندنا تناكر، متى ما الشارع بقى
يعني يمكن نمشي فيه وإن شاء الله تمشي. وأيضا طالبين عربات من إخواننا في الجيش ووفروها لنا، نتوقع أنها حتيجي حسا في خلال الفترة دي. إخواننا في الدفاع المدني موجودين في الموقع، وعندنا طلب بتاع غوارب أيضا عشان نتمكن أنه نستخدم الغوارب في الحالة بتاعة الطوارئ. شكرا جزيلا للإخوة الإعلاميين المتابعين العمل، وجزيتم خيرا، وإن شاء الله يعني نتجاوز هذه المحنة بتاعتنا ونستعد للموسم الزراعي. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. الاسم طبعا ولولا العزة لكنت تبكيك الليالي الطوال إذا لك أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، وشكرا الباش مهندس عبد الله شنقراي والي ولاية البحر الأحمر، وشكرا لكل الزملاء. الوفد المبتعث من هيئة إذاعة وتلفزيون الخرطوم القائمين وحابين أن يوصلوا لكل الناس المتضررة بسبب السيول والأمطار، أكيد متواصلين معكم أعزائي المشاهدين. ولك التحية من جديد يا خليل. شكرا فاطمة. نواصل مشاهدينا مع ضيوفنا داخل الاستوديو الباشمهندس محمود سليمان غندور رئيس مبادرة نداء طوكر التجمع الشعبي بولاية البحر الأحمر، الأستاذ محمد إبراهيم حميدة الإداري والناشط الاجتماعي مبادرة نداء طوكر، وحديث للسيد والي ولاية البحر الأحمر عقب الزيارة. و 12 ألف أسرة يمكن هو الآن حجم الأسر المتضررة، وتحدث باشمهندس محمود سليمان عن الضرر النفسي البالغ اللي أصاب إنسان المنطقة، ولكن الحديث الآن عن يعني حوجة المنطقة من خلال جهودكم في مبادرة نداء طوكر، في التجمع الشعبي ولاية البحر الأحمر، في نداء لكل أهل السودان للمساعدة في نفير وعودة مدينة طوكر إلى سيرتها الأولى من خلال المأوى الغذاء لعدد كبير جدا من الأسر كما ذكر السيد الوالي. الجهود الرسمية وتكامل الأدوار ما بين الجهد الرسمي والجهد الشعبي. أستاذ محمد. والله السيد الرئيس المبادرة الأخ الباشمهندس محمود عامل اتصالات كبيرة جدا مع المنظمات ومع كل الناس، يعني بالذات المنظمات والطوعية والمنظمات، وبازل مجهود كبير جدا جدا في توفير كل الأشياء اللازمة لهذا الأمر. يمكن يتحدث عنه أكثر مني، لكن هو شغال في الاتجاه هذا الشيء، لأنه حصل مسألة تعاون وتكافل واتصالات شخصية. يعني حصل الناس ما بتعتمد على الدولة في حالة زي دي. احنا لازم نسعى لكل القطاعات، وأن نحن بعد كده لازم نتعاون في أو نتماسك في مثل هذه الأشياء. ويمكن أنا أقول فيضانات دي جاتنا حسة لشيء جميل، لأنه ربنا سبحانه عايزنا نتكاتف ونتوحد، يعني هي خير أصل شر ما في، وأكبر خير لها أنه تعلمنا كيف نتوحد ونقيف في مثل هذه يعني الكوارث وهذه الابتلاءات. ولذلك يعني في اتصالات كبيرة جدا جدا ببعض الخيرين والمنظمات وكذا للوقوف، وفعلا في حركة حسا إن شاء الله يتحركوا معنا في حسب متابعتي للأخ الرئيس في هذا الأمر، ماشيين كويس جدا جدا في اتصالاتنا، ويمكن يعني إن شاء الله تصل حاجات قريبة جدا إن شاء الله. قبل أن ننتقل للباشمهندس محمود سليمان، أستاذ محمد إبراهيم حميدة، يعني إلى الآن في أسر الآن موجودة داخل مدينة طوكر تحتاج إلى الإجلاء؟ والله نعم، أنا أفتكر الكلام ده شفنا ده، في أسر كثيرة تحتاج لأشياء كثيرة، للغذاء والإيواء وحاجات كثيرة جدا جدا بالصورة دي، يعني والوضع الصحي اللي ذكروا دي أهم شيء. يعني حس إحنا المبادرة كلها سيرة متركزة على ما بعد هذا، لأنه هو نحن قلنا لك يعني تضرر المياه صحيح يمكن أثر في النفس كثير وحاجة، لكن ما بعد ذلك يعني إحنا خاف من الأوبئة، لأن أصلا مناطق موبوءة كانت دايرين نشتغل فيها عشان إذا محاربة هذا ما بالك من تجي كل هذه المياه، يعني فحتعمل خلل كبير جدا في الحالة البيئية والصحية بالمناسبة. ودي مهمة زي ما ذكر أخونا محمود قبل، أنه الإنسان يعني إذا فقدت صحة فقدت مقدرتك، يعني صحيح فقد المقدرات أنه بيأثر تأثير كبير جدا من أكثر من فقد المال ذاته. صحيح. ولذلك لازم الناس تستعجل في جلب هذه الإعانات والمعونات، وإن شاء الله الدولة تشارك معنا بإذن الله عن قريب إن شاء الله بإذن الله تعالى.
انتقل لك الباشمهندس محمود سليمان، وانت ذكرت انه قرابة 80 الى 90% من السكان انه يعني فقدوا منازلهم تماما، وايضا في 12 ألف أسرة كانت متضررة جدا بسبب السيول والأمطار. وانتو الفيضانات، وانتو كرئيس، انت كرئيس مبادرة، كيف بتقدروا توفروا المأوى والغذاء للمواطنين بالصورة الكبيرة دي؟ في جهد مكثف من أطراف عديدة. نعم. يتلخص في الآتي: الطريق القومي من بورسودان لتوكر باقي له زي 17 و 20 كيلو أو 20 كيلو ويدخل بوابة توكر. نعم. ده من الأوليات إنه يتم يعني. في توكر الجديدة 22 كيلو، سواء كان على المدى البعيد وافقوا أهالي توكر للرحول إلى هذا المكان المقترح أو لا، بيه شبكة بتاعت مياه، بيه محلية، به جزء مستشفيات قريب منه، كلية الزراعة وبعض الداخليات، يستطيع انه يعني يكون مركز الايواء الاول يعني. وفي اتصالاتنا قريبا حتنقل اعداد من الخيم للايواء ومستشفى ميداني وكميات من الكلور وكميات من المبيدات والامصال و رش البعوض، خاصة انه ولاية البحر الاحمر بها خارطة تعرف باسم خارطة البعوض. الولاية كلها يعني، وين البعوض الناقل، وين البعوض الراكد، وين البعوض عنده اضرار غير الملاريات يعني، حسب ما عرفت منه. في صندوق إعمار الشرق اوريدي مفروض يكون سلم منطقة توكر عدد 200 طرمبة، وسلمهم 50 موتور شافط للمياه. في كمية من الأخوان أرسلوا ما يفوت 30 ألف شوال للتتريس يعني. في المسؤولين على مقاومة الوبائيات باتصال دائم، وأول امبارح كانوا على مغربة من حتة اسمها القرصانة اللي هي 17 كيلو من توكر قدر التقارير اللي جواه. الجهد مبذول بكل الجهات والأطراف، لكن إعادة التفكير في بعد انجلاء الكارثة من الأشياء الحنفعلة، في دراسة قامت بها جامعة الخرطوم لو أذكر بتكليف من بنك التنمية الأفريقي لحماية توكر من هكذا أوضاع، في الاستفادة من خور بركة كما ذكرت بالمشروع الألماني، دراسة الجدوى جاهزة وموجودة في وزارة الري. نعم. في مشروع توكر الزراعي يمتلك من آليات معطلة بسبب تحويل شغل الآليات دي إلى مقاولين في ولخصها في إزالة المسكيت، ده يتطلب إعادة تفكير يعني. نعم. إذا الآليات دي هي جوا ما نفعتنا فائدتها شنو يعني؟ صحيح. البدائل بتاعت التخطيط العلمي هي الحل الوحيد كما ذكرت من قبل واحد لها. الفيضان حصل، الضرر حصل، وفي باقي السودان يعني الحمد لله لغاية حسا ما في بلاغات
انه فقدنا ارواح يعني. دي حاجه ممتازه. في هنا مناطق قريبه فقدوا بالعشرات والمئات، سواء كان بجرف النيل سواء كان بالغرق كان صحيح. لكن الحاصل في طوكر والحاصل في باقي ولايات السودان اذا ما تم تداركه بتخطيط علمي رفيع من غير فوائد شخصيه او من غير الانا، ما عندنا مخرج. توكر قبل تحدثنا عن قيمتها الاقتصاديه يعني للاقتصاد الكلي السوداني بعمقها الاستراتيجي للبحر الاحمر، يعني اكثر من 10 موانئ اضافيه ممكن تقام في البحر الاحمر اذا احسن التعامل مع البنية التحتية ككل، طرق وجسور وكهرباء وسكة حديد وموية. حقنا ننزلها في مسابقة أقدم شبكة موية في السودان، توكر شبكة بتاعت موية. لكن حس الشبكة دي حاصل عليها شنو؟ إذا كان في أنبوب ناقل لحتة معينة وفي المناطق دي وحتى في بورسودان معروف الشجر والمسكيت بيخش جوا الأنابيب الناغلة عشان يعملوا تفاتيش ويمرقوا وين، لقوه على بعد 8 أمتار. أنت خرطوش بتاع موية أو وعاء بتاع موية ما بتحفر له 8 متر، 16 كمان لقوه في بعد 16 متر طمي، 16 متر ده كله طمي. طيب دي أرض خصبة، القيمة الإضافية للاقتصاد الكلي، وأنا حسنا أظن المرة الرابعة ذكرت الاقتصاد الكلي بتاع السودان لأنه في مشاريع كثيرة زي دي ما في توكر بس في السودان كله صحيح يحسن فيها التدبير وتجي الحلول لكل المشاكل إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم إن شاء الله. شكرا باشمهندس محمود سليمان غندور رئيس مبادرة نضال توكر التجمع الشعبي بولايه البحر الاحمر، استاذ محمد ابراهيم حميده الاداري والناشط الاجتماعي مبادره نضال توكر، وعبر فيدا لك العمر مشاهدينا نواصل في كل مكان عبر هذه المساحه. الان الحديث حول الاستفاده من كميه هذه المياه لحل مشكله مياه مدينه توكر اولا، ومن ثم مياه بورت سودان او ولايه البحر الاحمر عموما، ويعني ما هي الآلية الآن اللي يمكن أن تتبع الحكومة في ولاية البحر الأحمر أو على مستوى المركز للاستفادة من مياه الفيضان لهذا العام من فور بركة؟ بالنسبة لنا فور بركة، احنا أصلا فور بركة ما محتاجين كنا لمويته بقدر ما هو عامل جداد مروحية للزراعة. أصلا فور بركة بينتشر في الري يعني الفيضي، ده هو ري فيضي. فنحن حسنا عاوزين يعني يتعامل في توكر كل ذكر الباشمهندس من تحصينات ومن أشياء كثيرة عشان يستفيدوا، أن توكر دي عبارة عن كنز. وأصل الإنجليز والاستعمار كان أغلب سؤاله وأغلب اهتمامه بتوكر لأنه عنده عائد كبير من توكر، ليه نحن نفقده وليه الإنجليز كانوا بيكسبوا؟ إذا نرجع توكر على عهدها الأول باهتمامنا بزراعتها واهتمامنا ب حصر أو زي ما قبل قلنا كيف نستدرك هذه الأمور في الفيضانات عشان ما تأذي الناس، نخليها دي. ويا حبذا لو الناس مشوا توكر الجديدة وخلوا توكر القديمة للزراعة، وبعد كده وبعدين عندها معوقة زي ما ذكر البشاء المسكين. هذا المسكين آفة من الآفات، المسكين ده بالمواسبة مدمر أراضي كبيرة جدا جدا في توكر، وقدر ما جات الشركات عشان تعمل هي ما قدرت تحارب هذا المسكيت لأنه في مساحات واسعة بل غطى مساحات كبيرة جدا من الأراضي الزراعية الصالحة، يعني ده ذاته عدو كبير جدا. إذا نركز على إزالة المسكيت بكل الطرق العلمية للاستفادة من باقي الأرض وعشان نستفيد من الموية في الزراعات الثانية، يعني تتكلم عن الفايدة اللي حنجيها من الموية، حسي يكون في حصاد مياه برضو، وما بطال جدا يكون في يتعامل سيستم او نظام تجمع في باقي غير الدلتات المروحيه، نجمع المياه دي كلها
في بيرك او في سمجنيه مناي كبيره حفاير كبيره جدا عشان نمشي تمشي لحتات ثانيه. هسه الناس كلها بتتكلم عن كيف نحن نوفر الدعم المسارات، يعني ممكن الفيضان هسه النيل ده ذاته الفيضان ممكن الناس تقلله ب ب ب ب ب ب ب انه عمل كبير جدا لمجاري ضخمه جدا او شانلز يعني كبيره جدا تخفض من النيل دي وتمشي في الاراضي الفاضيه. هسه المفروض يعملوا الحكايه دي ان بعد كده نشوف ترع كبيره جدا جدا تشيل من النيل ده للمحل اللي ما فيه مويه. يعني هذا السودان كبير جدا ومحصور بس في مجرى نهر النيل. ليه؟ ما مجرى نهر النيل ده معون كبير وخزان كبير جدا جدا ممكن نمشي فيه لكثير يعني. والناس انا افتكر حتفكر في حاجه ثاني فيضانات. هو اصلا يمكن بعد صدرناه ده يمكن يقل الفيضان. قال الكلام من احنا كيف نستفيد من الاشياء دي؟ هذا الفيضان شوف المويه دي نعمه كبيره جدا جدا. صحيح. وفيها يعني حسن لو دلكت كوبايه في الترابيزه دي حتبهدلنا بهدله شديده، كوبايه مويه بس. صحيح. يعني هذه المياه كسرتها عايز لها استعداد كبير وخطره جدا. هو العالم المتطور والمتقدم كثير ما يقيف امام هذه المسائل. نعم. هي عايزه مننا مجهود كبير عشان نستفيد من المساله ان شاء الله. نعم. هو قبلك ذكر باشمهندس محمود انه في ابار يعني في بدايه. أيوة. يعني الان هي تاكيد من خلال هذا الفيضان توقفت هذه الابار او تعطلت، لكن برضو جهود المبادره في انه تطرح مبادره او تطرح افكار للاستفاده من كميات هذه المياه باشمهندس محمود. هي الخيران اللي تحدثت عنها في الابار القرى في الابار في قور بركه هي دي اللي بتتغذى بمياه خور بركه. باقي الخيران دي مياه جوفيه بكميات كبيره جدا جدا وصالحه للاستعمال البشري، تكاد تكون مياه عذبه لانها من امطار ومن سيول. نعم. اللي هو بتمشي باتجاه الشرق في ساحل البحر الاحمر. الفكره بتاعت المشروع الالماني ده اصلا فكره تنمويه. انت لما بتتكلم عن 400 الف فدان صالحه للزراعه زي ما سلف وذكرنا انه الحروب هجرت الناس، المسكيت قام قلت المساحه الى 110 106 الف فدان. فكره المياه والبنيه التحتيه عامه من طرق وجسور وكهرباء ومياه وشبكات مياه وسكة حديد. نعم. دي من شأنها تحفز الإنسان للتواجد المنطقة اللي فيها خدمات. صحيح. المساحة شاسعة جدا من سواكن إلى طوكر وجنوب طوكر، وبالمناسبة جنوب طوكر فيها إمكانية لمينتين يعني إضافيات. من غير خدمات ومن غير بنية تحتية ما عندها معنى. الحصل في توكر ده عزل مجموعة من الناس في حتة مينا اسمها عقيق. ده الحصة برضو عاوزين إقاصة بتاعت موان. وإذا تاني تسرب خور بركة مرتين ثلاثة في حتة اسمها أشد شمال بورسودان هتعزل شمال توكر. عشان كده التدبير يكون مستمر، الأفكار تكون قابلة للتجديد، اللي عندنا نصلحه. يعني إذا كان في شارع زلط علما إنه الشارع ده اسمه الشارع القاري، إذا كان بمواصيف وبمواصفات دولية من سويل أناليسيز ومن عرض ومن قوة ومن كباري محللات الرخوة ما كان حسا جنوب توكر أو توكر تكون معزولة، يعني كان يكون الدخول لها بسرعة أقل، لكن يمكن الدخول يعني. نعم. الحل لازم يكون التفكير في كل الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية السياسية. وهدية خور بركة قد يجعل الله فيه يعني نوع من التصالح مع الماضي في كل المجالات إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وهدية فيضان توكر يفتح عيوننا لأنه هذه البقعة من السودان فيها خيرات
تساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد الكلي. نعم. نتمنى عودة مدينة طوكة فاطمة. نعم. إن شاء الله. شكرا لك الباشمهندس محمود سليمان غندور، وتحية لكم من جديد أعزائي المشاهدين. وننتقل الآن للزميلة أسماء أبو بكر عبر تقنية التي في يو من مدينة طوكة، وتنقل لنا الأحداث هناك والأوضاع. إلى حين يعني وصول الصورة والصوت من مدينة طوكر من شرقنا الحبيب ولاية البحر الأحمر، يا فاطمة نواصل مع ضيفينا داخل الاستوديو الباشمهندس محمود سليمان غندور رئيس مبادرة نداء طوكر التجمع الشعبي البحر الأحمر، الأستاذ محمد إبراهيم حميدة الإداري والناشط الاجتماعي مبادرة نداء طوكر. أيضا لا بد من الحديث عن أهل منطقة طوكر أو مدينة طوكر، ومن خلال أيضا مستقبلا كيف يمكن أن نتلافى مثل هذه الكوارث الطبيعية وهذه الأضرار، ومن ثم إن شاء الله باشمهندس محمود يعني فصل لنا المطلوبات العاجلة الآن من قبل الحكومة في المركز أو من قبل منظمات المجتمع المدني في كل ولايات السودان. أستاذ محمد إبراهيم، من واسع ما ذكرنا من الميزة والميزات الكبيرة في طوكر، فيها وحدة وطنية كبيرة جدا. بالمناسبة طوكر دي فيها جميع أجناس السودان، جميع أجناس السودان، ويتعايشوا في سلام تام وكامل، وهي بلد قديمة طبعا. صحيح. وهذه البلدة يعني حتى في الزراعة تحس بأن المزارع كلها يمتلكوها كل الناس بالتساوي. يعني ما فيها. نحن حنواصل أستاذ محمد إبراهيم حميدة يعني في ذات المحور وميزات أهلنا في مدينة طوكر، لكن مباشرة إلى الزميلة أسماء أبو بكر من هناك تنقل لنا تفاصيل فيضان خور بركة على مدينة طوكر. مرحبا أسماء. من ولاية البحر الأحمر التحية لكل مشاهدي ومتابعي قناة الخرطوم الفضائية في كل مكان، التحية لك خليل وفاطمة، والتحية لضيوفكم في الاستوديو ومستنفرين من امبارح لكل المناطق في السودان المتضررة من فيضان النيل وارتفاع مناسيب النيل. تيم قناة الخرطوم حاضر في ولاية البحر الأحمر، غطينا محلية طوكر، والتحية لكل الجهود الفردية والجهود المبذولة من حكومة ولاية البحر الأحمر ومن كل المؤسسات والهيئات لجبر الضرر الواقع على أهلنا في طوكر. ودي مناشدة لكل اللي بيشاهدونا وبيتابعونا، إنه كل زول قادر إنه يقدم ولو القليل البسيط أهلا ومرحبا به، وده المنشود في قيمنا السودانية. حنكون متواصلين معاكم في نقل مباشر من ولاية البحر الأحمر في إفادات وللوقوف مزيدا وعشان نعرف تفاصيل أكثر وأكثر عن الوضع الراهن وعن المطلوبات وعن ما قدموه أهل الولاية حكومة ومواطنين. تحياتي وتحيات هيثم وكل تيم عمل قناة الخرطوم الفضائية من ولاية البحر الأحمر، وشكرا لضيوفكم في الاستوديو خليل وفاطمة، وموعودين إنه نكون في مساحات تانية على الهواء مباشرة لحد ما نلاقيكم تاني. في أمان الله. شكرا للزميلة أسماء أبو بكر، وشكرا للزميل هيثم الفاضل ولفريق عمل هيئة إذاعة تلفزيون الخرطوم من ولاية البحر الأحمر وتحديدا من مدينة طوكر. يمكن تفاصيل عبر الصورة والكلمة إن شاء الله ستكون حاضرة. أستاذ محمد إبراهيم حميدة، يعني ميزات أهلنا في مدينة طوكر، وكما ذكرت يمكن من نعم فيضان خور بركة هو هذه الميزات وعودة الروح من جديد بين السكان. قلت يعني هي فيها وحدة كبيرة جدا، وحدة وطنية، وما في المؤسسة توكر ما بتعرف العنصرية كلها. توكر ما فيها عنصرية اطلاقا، لأنه كل الناس عايشين بمحبة ويام شديد. وتوكر مؤسسة عندها أبناء توكر من الخريجين اللي كانوا في توكر وأتوا إلى الخرطوم والبلاد الأخرى، أعداد كبيرة جدا من مثقفين أبناء توكر، يعني منهم المعلمين والمهندسين والأطباء عندها يعني. وبعدين عندهم ولاء غريب جدا لتوكر، لأنه بلد أصلا بلد محبة يعني، بيحبوا بعض. شوف الرغم كان يعني توكر دي فيها فترات صعبة جدا،
كل ما زادت هذه الفترة الصعوبة كل ما أحبوا بلدهم زيادة. الواحد بيستغرب يعني كيف الناس تعيش، لا بيحبوا هذه البلدة حب شديد كما يحبوا السودان يعني. فتوكر يعني ما تستحق أنه يقدموا لها كل خير، غير الحاجة الاقتصادية لنا كلنا، هي ذات مدينة تستحق أنه الناس تهتم بها، لأنه مدينة تكاد تكون تاريخية يعني. يعني مدينة فيها أشياء زي ما حكينا كثيرة جدا جدا. ولولا ذلك ما كان الاستعمار البريطاني أدى كل هذا الاهتمام. لو سألنا نفسنا لماذا البريطانيين اهتموا بهذه المدينة هذا الاهتمام الكبير في سر، لابد أن نستفيد منه يعني. هو فعلا فيها سر اقتصادي كبير جدا جدا زي ما قال باشمهندس، وإن شاء الله السودان يستفيد من توكر في القريب العاجل إن شاء الله. الباشمهندس محمود سليمان، ما المطلوبات من المركز والمنظمات الدولية؟ نمرة واحد، صيانة الحواجز اللي تضررت، الجسور اللي كان بيعملوها عشان ما تخش صيانته وبسرعة، كميات وفيرة من طرمبات الرش للمبيدات. الكلور لتنقية المياه، خاصة هنا في شيء لازم نذكره يعني، الكميات المياه دخلت توكر جعلت المياه الآسنة في الشوارع مع الإنسان ومع البني آدم ومع الشجر. مياه الصرفص. كميات من الكلور جميع الأخصائيين بيعرفوا يقدروها يعني كميات المطلوبة شنو حسب ما هم شايفين. نعم. وخاصة في أيام ممتازة من محاربة الوبائيات وصلت أطراف توكر وعرفوا. الكلوروكوين مطلوب بشدة. الأمصال للعقارب والدبايب مطلوب بشدة. الأشياء اللي بيحتاجوا لها الأطفال خاصة الرضع. نعم. ودقيق وبغليات وزيت للناس اللي بيطلعوا يقدروا يلقوا لهم وجهة يعني. كميات الخيام أنا بقول ما أقل تحت كل الظروف بعشر ألف خيمة يعني، تأوليها 8,000 7,000 أسرة في منطقة الكسارة اللي هي المنطقة السابتة حسة أو الخرسانة، منطقة الخرسانة. وإتمام صيانة ما لحقوا من ما يتلحق من ضرر في مدينة توكر الجديدة، في بعض أضرار حصلت، ومتابعة ما سبق وتكلمنا فيه من تفكير علمي دقيق بإحصائيات سكانية، إحصاءات زراعية وطرق وجسور تخص توكر وتخص الاقتصاد القومي. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا باشمهندس محمود سليمان غندور، رئيس مبادرة نداء توكر التجمع الشعبي ولاية البحر الأحمر، لحضوركم. وشكرا للأستاذ محمد إبراهيم حميد الإداري والناشط الاجتماعي، أيضا مبادرة نداء توكر، ونتمنى السلامة والعافية وأن يجعل فيضان خور بركة خيرا وسلاما وأمانا إن شاء الله على أهلنا وأحبابنا، وأن يعوضهم خيرا من الذي تم فقده. وعودة مدينة توكر ومشروع دلتا توكر من جديد لدعم الاقتصاد السوداني، وعودة الروح إلى هذه المدينة الغنية عن التعريف بتاريخها الطويل من خلال إنتاج العدد كبير جدا من المحاصيل الزراعية، واشتهرت في السابق بزراعة القطن والخضروات المعروفة. شكرا لحضوركم، شكرا لكل سادة المشاهدين، شكرا فاطمة يوسف، شكرا فريق العمل هيئة إذاعة التلفزيون الخرطوم من ولاية البحر الأحمر، أسماء أبو بكر وهيثم الفاضل وبقية فريق العمل. ودوما فدا لك العمر عبر شاشة فضائية الخرطوم، هي مساحات لملاحقة الأحداث والوقوف إلى جانب أهلنا وأحبابنا في كل ولايات سودان الحبيب، وخاصة في ولاية الخرطوم بمحلياتها السبع، هي مساحة للتلاقي ومساحة أيضا للتكاتف الاجتماعي، والمساحة
دائما عبر فضائية الخرطوم. نعم، شكرا لك خليل، وشكرا لكل المشاهدين اللي بيتابعونا. إن شاء الله فترة مفتوحة تكون مننا رضاكم وإعجابكم، وأيضا شكرا لكل التيم العامل خلف الكواليس، وشكرا وفد إذاعة وتلفزيون الخرطوم. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، في أمان الله، إلى اللقاء.